شحنة اليوم مقدرة بحوالي 8 حاويات، هي موجهة إلى واحد من زبائننا في بنغلاديش، وقيمة المالية تاعها حوالي 150,000 دولار. بالنسبة للمحتوى، المحتوى هو عبارة عن بروتينات حيوانية التي تستخرج بعد عملية الطهي اللي نقوم بها لكل من الأعشاء، الأحشاء، الريش، رؤوس الأرجل، يعني كل بقايا الدجاج. عندما نقوم بالطهي واستخراج الزيوت تبقى لنا مادة نقوم بطحنها ووضعها في أكياس لنقوم بتصديرها إلى هذه البلدان.